360 درجة. النجمة ميس حمدان من التمثيل للتقليد للغناء وآخرها الرقص. تفاصيل في حوار خاص لـ 360 درجة. ندخل للستوديو مع منيرة حمدي، غبريز لغناية يا عم الشيفور للراحلة فاطمة بوساحة. يا عم الشيفور انتي دبة دبة، انا قلبي مجهور من كل بدلنا. حسين عامر لم لأصحاب الأحباب فنانين وإعلاميين فرصة لإطلاق ميدلي صاحب الشفاعة. بينا مجربة الهادي محسن جوابة أعز خلق الله. عبد الحميد العمري بطل عالمي برتبة ميكانيسيان في تونس. 360 درجة نهار لحد 6 غرباء على قناة التاسعة.